السلام عليكم. طبعا في موضوع تاني اللي هو كيف انا بدي استخدم اللي هو او ادخل على الامتحان بدون مشاكل باستخدام اللي هو الموبايل. طبعا راح اشرح على موبايلي اللي هو السامسونج، يعني اندرويد. بتوقع يعني اغلب الموبايلات هي بتحكي او يعني بتمشي بنفس اللي هو الطريقة والاسلوب، نفس ما تحدثنا في موضوع البي سي. بدي اروح طبعا الجوجل يا جماعة، والاكونتات اللي في جوجل يعني نوعا ما فيها مشكلة، لانه الاكونت بيكون مرتبط بالحساب، بالكونكشنز، بالكونتاكتس، بالميديا، بالستورج. يعني مزعج جدا انك انت تغير من اكونت الى اكونت تاني. بس في حل بسيط لهذا الموضوع اللي هو كالتالي: بروح بفتح متصفح اللي هو الانترنت، من هوني شايفينه بيجيب لي تحتاج الى اذن، من هون بروح ايش بعمل اللي هو تيرن اون السيكريت مود، او بشغل ان انكوجنيتو ويندو، يعني نفس اللي احنا كنا نحكي عنها في اللقاء اللي فات. طبعا بتابع لي الاجراءات، بكتب classroom.google.com والامور هاي، او مباشرة من هون متصفح الانترنت بجي بكتب هو classroom.google.com وبضغط على انتر. طبعا هون هيجيبني او يعني هيجيب لي اللي هو الحساب الاساسي اللي مرتبط في جهازي. اذا كان حسابك اللي هو @bbu.edu.bs ما فيش مشكلة، اذا لا بضغط على نيكست ماشي. ومن السهم هذا هوني بضغط على هذا السهم وبختار الاكونت الثاني، او بعمل ايش يوز انذر اكونت، وبدخل اللي هو الحساب اللي بدي اياه اللي هو الرقم الجامعي مثلا @bbu.edu مثلا 2356 @bbu.edu.bs، وبتابع اللي هي العملية ماشي، وبتابع اللي هي العملية بدون أي مشكلة. طبعا بهاي الطريقة أو بهذا الأسلوب يعني ما بتواجه إن شاء الله مشاكل اللي هو تسجيل الدخول. هاي شايف هون دخلني على اللي هو الكلاس روم بشكل عادي بشكل طبيعي. هلأ من هون أي إشي بقدر أنا أدخله بدون وجود أي مشاكل ماشي. هاي مثلا هون الانترودكشن شايفين، هاي لو رحت على الجوجل ميت هوني هذا الرابط راح يدخلني عليه بدون اي مشكلة. اوكي طبعا هون بختار حسابي هذا وكل اموري ان شاء الله بتكون تمام. بالتوفيق يا جماعة لكم، وان شاء الله ما بتواجهوا اي مشاكل، ونحن ايضا موجودين في لجنة الامتحانات الرئيسية لمساعدتكم في أي مشاكل موجودة عندكم. يعطيكم العافية.